بتعرفوش سي في. بما انه عبد المؤمن وليس لاول مره بتطخوه، فايش لازم نساوي؟ لازم نعلمه الطبخ. وشوف شلون رح نعلمكم يا هون الطبخ. I am the one the way your son don't need a جاهدة لحمة؟ لا هذا هن عم علمونا على الرمل، جايبين صاج وبهذا الصاج حاطين رمل وعم مسكوه بالمحرمة وبشيلوه بالكفكير. خلينا نجربه، جاهزين؟ جاهزين طبعا. هذا هو الكفكير، خبيه ورا ظهري. هلا ناخذنا كفكير من الرمل وبنحطه هون بالصاج، وناخذنا كفكير ثاني. وراح اول طبخه نعلمهم عليها هي طبخ الرمل. فهي شوي صعبه، اللي بدها شوي لقدام، يعني احنا عم نعمل لها هيك. شوف شلون يعني عم تقلب لقدام، وهيك بنمسكها وبنشيلها مش عم تدخل بايدينا. طبعا نحن لازم نكون ماسكين هيك. شوفت قطعة قماش نمسكها هيك، يعني اني نحن عم نقلد يعني هدول الطباخين، وبنعمل هيك هيك بنشيلها هيك. شوف شلون شلون كمان شاطرين. مين دي الأول؟ هات لنشوف. هلا عبد المؤمن الطباخ معنا الآن، الطباخ عبد المؤمن، الشيف عبد المؤمن. طباخ معنا، طباخ الرمل، طباخ البحر، طباخ الحجر. ليس عرفت؟ لا ما زبطت. ارجع عيد مره ثانيه. ايوه كويس. ايه يا عيني عليك. ايه ممتاز. بطل بطل. ما بتدرب عليها بس بتظبط معي. وهلا يا ابطال كربوش تي في رح نروح على الدرس الثاني من فنون تعليم الطبخ. خلوكم معنا. ليتس جو. مثل ما تكون شمشيه تحرج البيضه حقيقية فترة، هذيك ما نعرف فيها الفترة، فترة شالة هي هيك عم تطلع وبتنزل، اخر شيء حطها على حرفها وكسرها. طبعا رح اجرب هلا هي البيضة، افتلها هيك. شوف يا ابطال، لا ما انكسرت شوي بس، انكسرت شوي ما كثير. الحمد لله. برجع يعني هلا بدي اجربها هيك. ما صرت. راح اخذ بيضه ثانيه، معلش حق لي اجرب تجربتين، بس طولت شوي انا. هاي يعني شوفوا شلون، يعني هلا هي البيضه هيك. خلص عيفة، حاجة عيفة هي، خلص حاجة عيفة. شو عم هي عم تنزل على فمك، انت مسكها تحطها ما بتصير تستعمل الايد الثانية. لازم اول معلش معلش تعمل الايد الثانية. بس ما بتصير تمسكها تحطها هيك. طب طيرها بعدين تعمل لها حرفها هيك. خلص طيرت ما اظنك سلاح، ما اظنك سلاح ولا قوة الا بالله. ومعنا هلا شيف ليس بالطبخ. طبعا عم نعلم الطبخ يا عم نعلم الطبخ. يلا لك طباخ ماشي. لا لا منفجوك. شوف ولازم اطيرها بعدين شيء هيك. ايه بتطيرها هيك. شوف شلون تعمل لها هيك هيك هيك، بعدين تعمل لها حرفه هيك. فهمت شلون؟ نسيت الفيديو؟ لا ما نسيت هيك نضيق. ايه يلا انت
يا فؤاد يا طامر خلت اسم البيضاء نعيفة سوية لا سوية جرب على ورقة ثانية ايه لا ما كسرت لسا ما كسرت والله يا ابطال ما بعرف شلون صبتوا هذا الفيلم كذب اي اي يا الله اوش اوش الله اوش اخر مرة مرتين واحد شجعوني تعالوا تعالوا انتوا عن جد والله ما بعرف انا عايز شو عارف فيها ما 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 خلاص اخمر اخمر هذا ضبط ما بدي وين صار البيضاء؟ خلونا نروح على الجبل بعدها لا وهلا يا ابطال كرموش تي في بعد ما دربنا عبد المؤمن وليس على فنون الطبخ مثل ما شفتوا رح نختبرهم في اول تدريب الطبخ ومعنا هالطبخه من طبخات التيك توك خلينا نشوفها هي مثل ما شفتوا هون عندنا صدر فروج نقطعه وبعدين بننقعه بالخل او بالمخلل هون هون عندنا طحين وشويه بهارات شرشبيليه مع ملح وخلطنا بيضه هلا بعد ما نقعناهم بالخل نشفناه هون مثل ما قلنا بعدين بالطحين وهلا صاروا جاهزات للقلي وهلا بنحط الزيت وبنقليهم الزيت وبعدين بندوق وبنعطيكم راينا فيها وخلونا يا ابطال نبلش جاهزين جاهزين للقلاب وهذا طبق الملح وهذا طبق الفلفله وهذا البيض اللي متوا درب عليه مثل ما شفتوا وهذا كيس الطحين انا مخلل شو مرقة مخلله ها مرقة مخلله عن جد انا ماني مجربه ولا مره بمرقة مخلله بس مبين شيء لذيذ يلا شاركوا ايه بايدكم ايه يلا مسبوخه مسبوخه بهدوء بهدوء هلا ننعم بالمخلل خمس ساعات هلا حطينا شوي طحين طحين بسم الله الرحمن الرحيم كافي 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 لا شوي خلينا نحط ملح هلا نحطهم جلد ملح ونحط لنا معلقة فليفلة ومخلل بعد نشف هلا مو صارت نشفة بنحطها بالبيت بعدين بنزتها بالطحين بعدين بنزتها بالزيت بعدين بنزتها في تمنها من اول شي بيض اول شي بيض يا سيدي بتعلم بتعلم بيت بنشيل المعلقة اول شيء متزايله هيك نجمع بعدين بزته اعطيني انا ليه والله يا ابطال كان بوشي فيك عزي انا وهلا يا ابطال كان بوشي في جينا لاهم مرحله هي مرحله التذوق واعطاء العلامه والدرجه لهذا الطبق التيك توكي ويلا خلينا نتذوق بسم الله بسم الله يلا عبد المؤمن يلا ليس بسم الله الرحمن الرحيم طيبه لذيذه لذيذه انتوا يا ابطال قلنا طبق التشيكن كم درجه بتعطوه وحالا الان يا ابطال تقييم هذا الطبق التوك توكي انا والله يا ابطال بعطيك 1 2 3 انا بعطيه 8 من 10 9 من 10 انتو 9 من 10 نعم هو يا ابطال مو هن المبتدئين فنغشوا وهون ايش عندنا؟ عندنا شوكولاتة شوكولاتة ومثل ما شفتوا عندنا كمان تشيبس مثلثات وفرسان هلا حمام مي وبعدين بنغطيها ونرش لها جوز هند ونقرمش معكم وخلونا نجربها ويلزمنا في هذه الطبخة التيك توكية شوكولاتة هندي وحدة اثنتين ثلاثة أربعة بنزلنا شوكولاتة جالكسي لا 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 بعدين بنزلنا الجيب وخلونا نبلل نفتح هاي هيك طبعا ناقصي عبد المؤمن لازم يدوق دوق يا عبد المؤمن قبل ما نسوي لك حمام الماي شوفوا وبنرجع لكم. A few moments later. وهلا يا ابطال من بعد ما دابت عنا هون الشوكولاته هلا رح نقطص هدول الشوكولاتات
ما بتشرح لي؟ ما بتشرح لك. لا غيرها. بالهلا ان شاء الله. بس انا رسلت لك يا ابطال عن جد شي ناهي. ياي ما احلاهم، ياي ما احلاهم. امتى امتى صار يقوم رايك؟ وين عبودي نصير هلا؟ لندوق ونعطيهم راينا. بعدين لندوق نعطيهم العلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. طيبة. والله لا تجي. تعرف اعطينا رايك فيها. دوق. وهي طبعا ام ليس لا كمان تعطينا رايك. سؤال مين يكتب العلامه لحال؟ 2000 years later. واحد اثنين ثلاثه. انا بعطيها سبعه. عبد المؤمن 10 من 10 من 10 9 من 10 عبد المؤمن 10 من 10 المخرجة بتعطيها 5 من 10 بس ما بعرف ليش، ليش المخرجة بتعطيها 5 من 10؟ قال ما ظبط معها طعم المالح مع الحلو، وانتو يا ابطال كتبوا لنا بالتعليقات، حلو طعم المالح مع الحلو مع الجالكسي مع الكندير. وهلا يا ابطال رجعنا لكم بطبقة جديدة من طبقات التيك توك، ومثل ما انتم شايفين عندنا هون موزة وعندنا كمان تويكس، وحط الموزة بقلب التويكس طبعا مثل ما شفتوا. فضها بالشيرموني، قلت لها ما رح افضيها بالشيرموني، رح افضيها باداة رهيبة جدا. والاداة الرهيبة هي المقبرة. مين بيعرف المقبرة؟ ما بيعرفوها غير الحلبية. المقبرة، اللي بيعرف المقبرة يكتب لنا بالتعليقات. شوفوا شلون يا ابطال، تلو حسيت صفقة لذيذة. تلو أول مرة عن جد بعمل موزة. يو طلعت موزة صغيرة ظنوني كتكوتة. اللي بشوف هذا ما فكروا لب اي موزه، فكروا لب تبع كوسه او قرع دنيا. بدو اكل اخو كل حد. هلا الشباب رح نحطها في قلبها، شوفوا شلون سبحان الله ما شاء الله طلعوا نفس القياس بالضبط 100%. تفضل ليش؟ اوه شكرا. تفضل يا سيدنا المخرجة. لذيذة. تقييم تقييم. هلا هالمرة بعطيها شو السيدة المخرجة رح تعطيها لهي الطبخة. يلا واحد اثنين ثلاثة. انا بعطيها 3 من 10. انا 4 من 10. عبودي شو عبودي اعطاها 3 4 5. انت 3 كمان؟ انا 4. انت 4 انا 3. عبودي اعطاها 5 بالانجليزي من 10 بالعربي. انت بتعطيها المخرجه كمان بتعطيها 5 7. المخرجه اعطتها 7. ليش 7؟ قال حلو مع حد طيبة. لا اله الا الله. شو نسيناها؟ بلاك 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 بلاك. خير يا ابطال كرموش تي في، توصلنا الساعة 1 بالليل ويمكن الله يصير الجيران انصرفوا. الله يساعدنا ويساعد دارنا. والسلام عليكم. باي باي.